أخبار اليوم. هنيجي للسؤال السادس والأخير في ورقة الأسئلة، وهو سؤال اللاندسكوندا. اللاندسكوندا اللي هو معلومات الحضارية اللي موجودة عن ألمانيا ومصر. السؤال ده بيتكون من 6 جزئيات، مفروض أبنائنا الطلبة بيجاوبوا على 5 من الـ6، بس أنا بنصح أبناء الطلبة إن هم يجاوبوا 6 عشان لو واحد غلط بيحذف وبناخد 5 الصح. السؤال ده طبعا المعلومات الحضارية اللي خدها الطالب أثناء العام الدراسي عن ألمانيا وعن مصر. السؤال ده يجوز الإجابة عليه مرتين، الطالب عنده الفرصة أن يجيب عليه مرتين. الإجابات يجب أن تكون أو يفضل أن تكون موجزة، موجزة ما تطولش في الإجابة، على قد أداة الاستفهام زي ما هنشوف دلوقتي. طيب أنا دلوقتي عندي السؤال الأول بيقول أهو جاوب 5 من 6 أسئلة، إحنا قلنا هنجاوب 6 خلاص، مش هنعتبر إن فيه كلمة 5 دي موجودة. هنمسك السؤال الأول. السؤال الأول بيقول في لانجا دوت دي ريال شوله إن دويتشلاند، في لانجا دوت دي ريال شوله إن دويتشلاند. كلمة ريال شوله دي لازم أخد بالي منها ليه؟ لأن في كذا نوع من المدارس في ألمانيا، فلو أنا ما فهمتش إن دي المدرسة مثلا التجارية هكتب مدة المدرسة خطأ، لأن المدرسة الثانوية لها مدة، المدرسة الابتدائية لها مدة، المدرسة الإعدادية الفنية الصناعية لها مدة، ودي الإعدادية التجارية. فالإعدادية التجارية في ألمانيا مدتها 6 يارا، وموجودة عندنا في نموذج الإجابة زي ما هتكون موجودة في الجريدة. يبقى السؤال الأول هنكتب 1 6 يارا، خلص كده الإجابة، خلصت كده مش هكتب حاجة تاني. السؤال الثاني بيقول نانين زيت سواي اندستري شتتا ان اجبتن، اذكر مدينتين صناعيتين في اجبتن. في مدن صناعية كتير عندي، دي 6 اكتوبر شتات، عندي الكسندريا، ما الكسندريا هي برضو تعتبر مدينة صناعية، في كذا مدينة، دمياتا، دمياط، ديت سنتر، رمضان شتات، كل دول مدن صناعية. ده السؤال، إجابة السؤال رقم 2. سؤال رقم 3 بيقول فاس إست بايرن، ما هي بايرن؟ كلكم عارفين من خلال المعلومات اللي حصلتوا عليها في ألمانيا إن بايرن دي ولاية اتحادية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وبتقع في جنوب ألمانيا. فبايرن إست أين بوندسلاند إن سود دويتشلاند. لو كتبت أين بوندسلاند صح، ولاية اتحادية صح. كتبت أين بوندسلاند إن سود دويتشلاند، ولاية اتحادية في جنوب ألمانيا، صح برضه. خلاص؟ سؤال رقم 4 أن فيلشن فلوس ليكت دريسدن. سؤال بيقول على أي نهر بتقع دريسدن؟ دريسدن دي مدينة في ولاية ساكسن في ألمانيا. بتقع على نهر اسمه نهر الألب، فعشان كده هنجاوب الإجابة يبقى أندير إلب. الإجابة زي ما هتلاقوها في نموذج الإجابة أندر إلب، أنفيلشن فلوس ليكت دريسدن أندر إلب. 5 أنفيلش مير غنست إيجيبتن. هنا بقى مصر بيحدها بحرين، إيه هما بالألماني بقى؟ هنكتب عندي بحرين داس ميت المير، البحر المتوسط، أون داس ريت روت مير، البحر الأحمر، يبقى داس ميت المير أون داس روت مير. آخر سؤال عندي فو إس دي جيميل دي جاليري، ده اسم متحف، والمتحف ده موجود في دريسدن. دريسدن دي في ولاية في ألمانيا، من أشهر المدن وأجمل المدن في ألمانيا، فهنقول إن دريسدن، الإجابة الأخيرة إن دريسدن. كل الإجابات دي هتلاقوها إن شاء الله موجودة في نموذج الإجابة، وأتمنى التوفيق لكل أبناء الطلبة، وإن شاء الله من نجاح لنجاح. وشكرا.